هدى اصحي يا حبيبتي. صباح الخير يا هدى. صباح الخير يا ماما. أما لو كنت بحلم حتة حلم جميل جدا. خير يا ترى، حلمتي إيه؟ حلمت إن بابا جه من السفر وجاب لي معلقة وفساتين وحاجات كتيرة قوي، وقعدت أبوس فيه وهو يبوس فيا، وكنت فرحانة قوي. يا ريت يرجع بقى من السفر وأشوفه حقيقي يا ماما. يا حبيبتي مش قلتلك عنده شغل، لما يخلصوا يبقى يرجع. يا رب يخلصوا بقى يا رب يا رب. هو شكله حلو كده زي اللي شفته في الحلم يا ماما؟ يا حبيبتي انا ما اعرفش شكل اللي شفتيه في الحلم. حلو قوي، حلو خالص. يبقى لازم هو. هو ليه ملوش صور عندنا؟ اصله ما كانش يحب يتصور. الله، انت بتعيطي يا ماما؟ لا يا حبيبتي انا ما بعيطش. لا انت زعلانه عشان بابا مسافر وما بيرجعش. ماما ما تعيطيش، انا بحبك قوي قوي ومش عايزه اشوفك بتعيطي ابدا. اذا كان ظفر بابا هو اللي مزعلك، انا اول ما يجي واشوفه هقول له انا مخاصماك ومش هكلمك ابدا 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 الا لما تصرح ماما. يا حبيبتي يا هدى ربنا يخليك ليا يا بنتي. طب ما تعيطيش والنبي عشان خاطري، اذا كنت بتحبيني صحيح. يا خبر يا هدى، هو انا ليا غيرك يا حبيبتي؟ انا بحبك قد الدنيا دي كلها. يبقى لازم تضحكي بقى. حاضر يلا اضحكي اهو. ميرسي يا ماما يا روحي يا حبيبتي. الله، الساعه كام دلوقتي يا ماما؟ الساعه 8 وربع. ياه ده انا اتاخرت قوي. انت نسيت ان النهارده الجمعه وانكل احمد جاي ياخدني يفسر.